بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم راح نخليكم المحاضرة الأولى ضمن المهارات الفيديوية حول موضوع نظرية المعادلات التفاضلية. هذه المحاضرة موجهة إلى طلاب المرحلة الرابعة الشعبتين أيوبي بالاشتراك مع الدكتورة هدى عبد الستار. بالتأكيد أكيد إحنا هذا الشيء هو حل مؤقت حتى نتواصل وياكم إن شاء الله، وراح نستقبل استفساراتكم اللي تحتاجوها حول الموضوع على جوجل كلاس روم، أو نشوف إذا إمكانية فتح قناة على اليوتيوب ونستقبل أيضا استفساراتكم إن وجدت. راح نحاول نسوي مجموعة من المحاضرات متلاحقة حول الموضوع قدر الإمكان للتعاون وياكم إلى أن ترجعونا في السلامة وتعدي الأزمة اللي يمر بها البلد بعونه تعالى. درسنا احنا اللينير سيستم، درسنا قبل اللينير سيستم إيجاد الحل للسيستم أو ديفرنشال إكويشن، وكانت الطريقة اللي اعتمدنا عليها الرئيسية هي في الاعتماد على الإكسبونينشال أوف ماتريكس، وبينا لعدة حالات شلون نوجد الحل للسيستم اوف ديفرنشال ايكويشن. بعد ذلك درسنا البيهافير لللينير سيستم اللي كان بالاساس يعتمد مثل ما بينا لكم سابقا، ومثل ما كان في الجدول اللي عرضنا لكم يعتمد على الايجن فاليوز في التو دايمنشن او الثري دايمنشن او اكثر، لكن اغلب الامثله اللي اخذناها في التو دايمنشن لما تكون الايجن فاليوز ريل سميناها نود، ولما تكون الايجن فاليوز كومبلكس سميناها سبرل، وكانت دائما مفهوم الاستابيليتي يعتمد على اشاره الريل بارت من الايجن فاليوز او الايجن فاليوز نفسها. اذا كانت نيجاتيف راح تكون ستيبل، واذا كانت بوزيتيف راح تكون انستابل، واذا كانت هناك واحده من الايجن فاليو في اللينير سيستم صفر فنسميها الحاله اللي هي يعني بيور اماجيناري نسميها سنتر، لما تكون عندي قسم من الكومبلكس والريل بارت مالتها يساوي صفر. اليوم راح ندخل الى اليه دراسه النون لينير سيستم. لما يكون السيستم مالتي بهذا الشكل اللي هو نون لينير سيستم، في هذه الحاله شلون راح نجي ندرس هذا السيستم؟ طبعا هنا ايضا راح ناخذه في التو دايمنشنال سيستم، لما يكون الاكس مالتي هو فيكتور بي اكس وواي، والاف هي ايضا فيكتور بها الفانكشن كابيتال اف اللي تعتمد على الاكس والواي، وبها الفانكشن جي اللي تعتمد ايضا على الاكس والواي. حتى ندرس البيهافير لهذا السيستم بالتاكيد احنا لو كان عندنا الحل موجود وسابقا ذكرناها نلجأ دائما الى التعامل مع الحل، لكن في الاستابيليتي احنا ما راح نتعامل مع الحل، انما نتعامل على نقاط على الحل اللي نسميها كريتيكال بوينت او نسميها الفيكس بوينت او الاكوليبريم بوينت او الستيشنري بوينت، ولها تسميات كثيره اخرى. الاليه اللي راح نعتمدها في محاضرتنا اليوم انه احنا نسوي لها لينيرايزيشن، اي نقرب السيستم اللي هو نون لينير الى سيستم لينير قريب الى، وهذا السيستم نعتمد الدراسة مالته بالأسلوب السابق ونعكسها على النون لينير سيستم، أي بمعنى آخر نسوي ترانسفورميشن نسميه في الرياضيات، ننقل النون لينير سيستم إلى اللينير، ندرسه باستخدام القواعد اللي مرت علينا سابقا اللي تعتمد على الايجن فاليوز، ونحدد الاستابيليتي ونرد الرجعة إلى السيستم الأصلي مالته اللي هو كان سيستم نون لينير. في حالة الـ one dimension، يعني لما تكون x برايم يساوي f of x وكانت هي بال one dimension، احنا دائما نقدر نقرب f باستخدام تايلر ونستخدم تايلر سيريز عليها، وبالتالي تعرفون هي تايلر لا نهائية تعتمد على f of x نوت، ومعروف انه f of x نوت تساوي صفر لان x نوت هي equilibrium point، فيختفي الحد الاول يبقى الحد الثاني اللي هو f برايم عند x نوت في x ناقص x نوت زائد الحدود الاخرى اللي هي تربيعيه وتكعيبيه وهكذا. الحدود الاخرى راح تهمل ليش؟ لان احنا دا ناخذ دائما in the neighborhood of the x نوت، يعني x ناقص x نوت عدد صغير جدا، فمن يتربع يصغر اكثر ومن يتكعب يصغر اكثر، فراح يصير f of x تساوي تقريبا f برايم of the x نوت اللي هي تعطيني المشتقه واللي هي تقابل لي الايجن فاليو بال1 دايمنشن مضروبه في x ناقصا x نوت.
هذا الكلام واحد يقول لي احنا دا نتكلم تو دايمنشن، فاكثر شنو اللي يقابله؟ اللي يقابله انه اني سيستم مالتي اللي هو كان سيستم بالون دايمنشن يقابله سيستم بالتو دايمنشن بهذه الصيغه اللي هي سميناها سيستم اي، انه اكس برايم يساوي لي كابيتال اف اوف الاكس والواي، وواي برايم يساوي كابيتال جي اوف الاكس والواي، وهذني الاف والجي هما من النوع النالينير. بالتاكيد حتى نوجد الكريتيكال بوينت لهذا السيستم نساوي للصفر الطرف الايمن من عنده، فراح تصير هاي تساوي صفر هاي تساوي صفر، نوجد الحل اللي السيستم الجبري اللي هو اف اوف الاكس واي يساوي صفر وجي اوف الاكس واي يساوي صفر. فالنقاط اللي تحقق هذا السيستم نسميها كريتيكال بوينت، ومثال على ذلك اخذنا الاكس نوت واي نوت قلنا عليها كريتيكال بوينت لما نتحقق هذا السيستم. فكل سيستم حتى نوجد له كريتيكال بوينت نساوي الطرف الايمن للصفر ونوجد الحل بطريقة الآنية، وهذه النقاط ممكن تكون أكو أكثر من نقطة، ممكن تكون ما لا نهاية من النقاط، ممكن يكون عدد محدود من النقاط، وممكن تكون نقطة واحدة. في كل الأحوال هذه هي نسميها الكريتيكال بوينت. واحد يقول زين احنا الكريتيكال بوينت فهمناها، شلون راح نوجد التقريب؟ طبعا بالتأكيد مثل ما طبقنا تايلر سيريز على الون دايمنشن كيس نقدر نطبقها على التو دايمنشن كيس، بس الفرق هنا شنو راح يكون؟ من نطبقها التايلر على التو دايمنشن كيس عندي اف بالنسبه للاكس والواي، هنا ظهرت لي مشتقه بالنسبه للاكس، هنا راح تصير عندي مشتقتين بالمعادله الاولى، واحده بالنسبه للاكس واحده بالنسبه للواي. هنا عندي معادله وهنا هنا عندي معادلتين، ايضا الجي راح تصير بها مشتقه بالنسبه للاكس ومشتقه بالنسبه للواي. هذا الشيء الحقيقه راح يعطيني هاي الحدود، راح تعطيني مصفوفه نسميها اف بالنسبه للاكس مشتقتها بالنسبه للاكس ومشتقه اف بالنسبه للواي، والصف الثاني مشتقة جي بالنسبة للإكس ومشتقة جي بالنسبة للواي. هذه المصفوفة الحقيقة راح نسميها جاكوبيان ماتريكس، هذه هي اللي راح نسميها جاكوبيان ماتريكس، اللي هي الحقيقة احنا راح نبدي نتعامل وياها في دراسة النانلينير سيستم. اذا جاكوبيان ماتريكس مثل ما نشير لها هنا، هذه هي الأساسية في عملنا، اي بمعنى اخر راح يتحول السيستم اللي هناك كنا في الوان دايمنشن انه يساوي تقريبا ب اف برايم عند الاكس دوت في اكس ناقص اكس دوت، هنا راح يتحول السيستم الى سيستم بهذه الصيغه اللي هو مثل ما تشوفها قدامك. هذا السيستم هو الحقيقه السيستم في التو دايمنشن اللي هو اللينيرايز سيستم بالنسبه للاوريجينال سيستم اللي هو نان لينير. اذا قربت السيستم النان لينير الفوق اللي هو هذا كان السيستم مال تي اكس برايم يساوي اف اوف الاكس، قربته الى سيستم يكون بهذه الشكل. هذا السيستم الحقيقه بجاكوبيان ماتريكس وهذا تعريفها، وايضا يحتوي على 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 كوليبريم بوينت راح نوجدها بالبدايه ونعوض هاي الكوليبريم بوينت عند كل نقطه وندرس الاستابيليتي الخاص بها. اذا هسه حتى نفهم هذا الشيء اللي سويناه هذا التحويل وشون نتعامل وياه، صارت الفكرة بالخطوات الآتية، انه اني كل سيستم نان لينير اساوي للطرف الايمن للصفر واوجد الكريتيكال بوينت مالته، ومن ثم اجي احسب الجاكوبيان ماتريكس واعوض في كل من كل نقطة من الكريتيكال بوينت اعوض في الجاكوبيان ماتريكس. احنا قلنا الكريتيكال بوينت ممكن تكون نوت يونيك، ممكن تكون واحدة واثنين وثلاثة، فبالتالي راح نعوضهم بالتتابع في الجاكوبيان ماتريكس، راح نحصل مجموعة من الجاكوبيان ماتريكس ونحسب لهن لكل واحدة من عندهن نحسب الايجن فاليوز ونحدد الاستابيليتي مالتها. نجي ناخذ المثال الآتي اللي هو راح نحاول انه نتعامل ويا هذا المثال حتى نفهم الخطوات اللي تصير، وراح نكررها في اكثر من مثال هذه الخطوات حتى تكون المسألة واضحة. هذا المثال اللي لو انت الاول اللي هو لو انت باللون الاصفر راح يكون عندي نان لينير سيستم مثل ما تشوف، هذا النان لينير تو دايمنشنال سيستم بمعادله بالنسبه للاكس ومعادله بالنسبه للواي، بي الاف تعتمد على الاكس والواي وبي جي تعتمد على الاكس والواي. الخطوه الاولى نساوي للطرف الايمن نساوي للصفر، هاي الخطوه رقم واحد ستيب 1. من نساوي للصفر ونحل آنيا راح نشوف انه اكو اربع نقاط ممكن تحققها، اللي هي صفر صفر سالب اثنين سالب اثنين، صفر واحد وثلاثة سالب اثنين. هاي الأربع نقاط اللي تحقق هذا السيستم يساوي صفر نسميها critical points. إذا أنا عندي أربعة critical points أو يسموها fixed points أو يسموها stationary points أو يسموها equilibrium points وجدناها خليناها. نجي الخطوة الثانية نهيئ الجاكوبيان العامة، العامة أقصد بها in general هناك جاكوبيان، ومن ثم هاي الجاكوبين نعوض بهاي النقاط بالتتابع
بيها ونحسب لها الاكوليبريم بوينت. اجينا حسبنا جاكوب، يعني جاكوب يتطلب من عندي شنو؟ يتطلب من عندي مشتقة المعادلة الأولى بالنسبة للإكس، ومشتقة المعادلة الأولى بالنسبة للواي، ومن ثم بالنسبة للمعادلة الثانية كذلك مشتقتها بالنسبة للإكس والواي. حضرت المشتقة بالنسبة للإكس، طلعت مشتقة المعادلة الأولى بالنسبة للإكس هي سالب 1 زائد 2X، ومشتقتها بالنسبة للواي طلعت 1 ناقصا 2Y، وكذلك المعادلة الثانية واضح مشتقتها بالنسبة للإكس هي 2 زائد الواي، مشتقتها بالنسبة للواي هي الإكس. بعد أن حضرتها هيئتها خليتها في هاي المصفوفة اللي اعطتني الجاكوبيان العامة مثل ما تشوفها أمامك. هاي الجاكوبيان العامة، هاي الجاكوبيان العامة هي جاكوبيان للسيستم هذا، هذه الجنرال جاكوبيان ماتريكس. نجي نحاول أنه نعوض هاي النقاط بالتتابع في الجاكوبيان ماتريكس، فأخذ الصفر صفر أعوضها هنا، راح يصير هنا صفر، راح يبقى سالب واحد، هنا صفر راح يبقى واحد، هنا راح يصير صفر، راح يصير اثنين، وهنا صفر تبقى صفر، فحصلت هاي جاكوبيان ماتريكس عند الصفر صفر. أي بمعنى آخر السيستم هذا، هذا السيستم ممكن أني نحول إلى لينير سيستم، يصير بي إكس برايم واي برايم يساوي لي هذه المصفوفة مضروبة في الإكس واي. إذا هذا السيستم يقابل لينير سيستم يحتوي على المصفوفة المعاملات مالته هي بهذا الشكل اللي هو سالب واحد واحد اثنين صفر. إذا تعلمنا سابقا حتى ندرس هذا اللينير سيستم الجديد نوجد الايجن فاليوز، فإذا كانت الايجن فاليوز ريل ونيجاتيف نقول عليها ستيبل، إذا كانت ريل وبوزيتيف نقول عليها انستيبل، إذا كانت ريل وحدة بوزيتيف وحدة نيجاتيف نقول عليها صدل، وإذا كانت كومبلكس نباوع الريل بارت، إذا كان نيجاتيف نقول ستيبل سبريل، وإذا كان بوزيتيف نقول انستيبل سبرول، وإذا كان زيرو نسميها سنتر. لكن راح نشوف فيما بعد هناك مشكلة في حالة السنتر، على كل حال راح نناقشها هاي المشكلة فيما بعد. جينا أخذنا هذه الجاكوبيان ماتريكس عند الصفر صفر، حسبت الايجن فاليو بالطريقة التقليدية، والطريقة التقليدية أقصد أنه أحسبها عن طريق أنه هذه ناقصا لمدا اي في القطر الرئيسي، وتحسب الكاركترستيك اكويشن واللي اعطتني واحد سالب اثنين. اذا واحده من الايجن فاليو موجبه والاخرى سالبه، اذا هذه النقطه الصفر صفر هي صدر. اي بمعنى اخر انه هذا السوليوشن للسيستم اللي عند الصفر صفر بالقرب من الصفر صفر راح يكون صدر، اي من جهه يقترب ومن جهه يبتعد. عند النقطة سالب اثنين اثنين نعوضها هنا، فراح نعوض هنا سالب اثنين في اثنين راح يصير سالب اربعة، وكو واحد سالب يصير سالب خمسة، وكذلك هنا نعوض سالب اثنين السالب في السالب يصير موجب اثنين في اثنين اربعة راح يصير واحد زائد اربعة خمسة، وهكذا بالنسبة للصف الثاني. ايضا اجي نباوع هاي مثلثية عليا، شوف هاي المصفوفة مثلثية عليا، هذا القطر الرئيسي مالته، فالعناصر فقط اكو موجوده فوق، فبالتالي هذه هي المصفوفه هي مثلثيه عليا. اذا عناصر القطر الرئيسي مثل ما اشوف هي الايجن فاليوز بالضبط، فعندي سالب 5 سالب 2، وهذه سالب 5 سالب 2 هم الايجن فاليوز لهاي جاكوبيان ماتريكس، وبالتالي انا عندي اسيمتوتيك ستيبل، هاي النقطه نقول عليها اسيمتوتيك ستيبل. عند النقطه 0 1 عوضتها، ايضا حصلت هاي جاكوبيان ماتريكس هنا عوضناها، هاي جاكوبيان نجي نحسب الكاركترستيك اكويشن، حصلت هاي السكند اوردر اكويشن الجبرايك اكويشن اللي من عندها نجي نحسب اما بطريقه الدستور او بطريقه التحليل نحسب الايجن فاليوز. لاحظنا انه هذه من نجي نحسبها راح تكون الحقيقه التريس مالتي سالب، وبالتالي راح يكون عندي هنا كومبلكس ايجن فاليوز، هذه وهذه الكومبلكس ايجن فاليو باو على الريل بارت مالتها، والريل بارت مالتها بما انه هو نيجاتيف فبالتالي راح تكون اسيمتوتيك ستيبل. ممكن واحد يقول لي شلون احسبها؟ احسبها، فراح يصير عندك سالب نص زائد ناقصا الجذر التربيعي الى نص في الجذر التربيعي اللي هو 1 ناقصا 4 ناقصا 4 في 3 اللي هو 1 ناقصا 12، يعني راح يصير ناقصا 11 تحت الجذر، فبالتالي هي كومبلكس ايجن فاليو الريل بارت مالتها نيجاتيف اللي هو سالب نص، فبالتالي بالتاكيد هذه راح تكون اسيمتوتيك ستيبل. بالنسبه للنقطه الاخيره في الاكوليبريم بوينت النقطه الرابعه اللي هي هذه 3 سالب 2 نعوضها ايضا هنا 3 بمكان الاكس وسالب 2 بمكان الواي، ونحسب
الجاكوبيا ماتريكس عند الصفر واحد، فعند الثلاثة سالب اثنين عفوا، وحصلت انه ايضا تكون مثلثية عليا مثل ما تشوف، وبالتالي عناصر القطر الرئيسي 5 و3 هم الايجن فاليو، وبما انه اثنيناتهم بوزيتيف اذا هذه هي انستيبل، نسميها نودل سورس او انستيبل بشكل عام. هذا المثال الاول. هذا المثال الثاني اللي نحاول ان ناخذه هنا حتى نشوف شلون نتعامل ويا الامثله المتنوعه. هذا ايضا مثال نان لينير. ليش؟ يعني يحتوي على اكس واي، دائما الديفرنشال ايكويشن نقول عليها نان لينير لما تكون هي نان لينير بالنسبه للديبندنت فاريبل اللي هو الاكس او الواي او كليهما. فبالتالي هنا هذا السيستم هو نان لينير. حتى ندرس الاستابيليتي لهذا السيستم نلجا الى الخطوات، نوجد الكريتيكال بوينت او الاكوليبريم بوينت، نساويهن للصفر، من نساوي هذا للصفر وهذا للصفر، واضح من نساوي هذا للصفر تقدر تطلع اكس عامل مشترك، فاما اكس يساوي صفر او واي يساوي 6، فبالتالي عندك صفر و6، عوض الاكس هنا يساوي صفر يطلع لك قيمة الواي طلعت 2، ولما الواي يساوي 6 عوضه هنا يطلع لك قيمة الاكس اللي هي سالب 1، فبالتالي حل آني لهذا السيستم لما نساوي للصفر، يعني لما تاخذ هذا الطرف وتساوي للصفر تساوي الى صفر واتحصل انه الى قيمتين هي الحلول، هذه الكريتيكال بوينتس. نجي نوجد الجاكوبيان ماتريكس، طبعا مشتقة المعادلة الأولى هاي نشتقها بالنسبة للإكس، هذه المعادلة الأولى نشتقها بالنسبة للإكس راح تصير عندك واي ناقص 6، اشتقها بالنسبة للواي راح تصير إكس فقط. ورد ارجع اشتق المعادلة الثانية مرة بالنسبة للاكس ومرة بالنسبة للواي، راح اشوف انه مشتقتها واي ناقص 2 بالنسبة للاكس، وبالنسبة للواي هو اكس زائدا 1. فبالتالي هذا هو الجنرال جاكوبيان ماتريكس، نعوض عند الصفر 2، وان ايضا بعد ذلك نعوض عند سالب 1 6. لما عوضنا عند الصفر 2 لاحظنا انه صارت عندي قطرية، هذا عناصر القطر الرئيسي. احنا نعرف انه لما تكون قطرية او تكون مثلثية فدائما عناصر القطر الرئيسي هي تمثل الايجن فاليو، فبالتالي الايجن فاليو هي سالب 4 1 1 موجب 1 سالب، فبالتالي صدر بوينت اللي هي 0 2 صدر بوينت. نعوض سالب 1 6 عوضناها هنا حصلنا انه هاي جاكوبين ماتريكس ما تريد تكون، فمن اجيت حسبت الكاركترستيك اكويشن لها بالطريقة التقليدية اللي هي ناخذ هذه نطرح من عناصر القطر الرئيسي سالب لندا، فبالتالي نحسب الديتيرمينت إلها اللي هي الديتيرمينت إلى أي ناقصا لندا أي الايدنتيتي ماتريكس يعني، فمن نحسب الكاركترستيك إكويشن إلها راح تعطيني الايجن فاليوز. اعطتني هنا الايجن فاليوز مالتي كومبلكس لكن بيور اماجينري. هذه الحالة نسميها في اللينير سيستم نسميها سنتر. الحقيقة هنا هسه راح اسميها سنتر، لكن راح نلاحظ بعدين انه عندي بالسنتر اكو مشكلة مو دائما تشتغل عندي بالسنتر وتعطيني النتائج الدقيقة او المتكاملة. مثال اخر ايضا من خلاله نحاول ان ندرس حالات اخرى حول مفهوم الاستابيليتي بالنسبة للنانلينير سيستم. هذا المثال ايضا نانلينير لان عندك اكس في الواي وهنا ايضا عندك اكس في الواي، ساوي للصفر فراح يطلع عندك واضح انه صفر صفر يحقق، وستة اثنين ايضا يحقق منها لان هنا اكس سالب 6 زائدا اكس يساوي صفر، اما الاكس طبعا راح تكون 6 متعوض هنا تطلع لك قيمة الواي، فطلعت عندي 6 باثنين. فهذه هي الكريتيكال بوينت هنا نقطتين، واحد يقول هل انه دائما هي 2 و3، نقول لا حسب الحل للسيستم هذا، من تاخذ هذا الطرف وتساوي الحقيقة تساوي هذا الطرف لل لل للصفر تساوي هذا للصفر، فراح تطلع لك الحلول الآنية هي عددها حسب طبيعة المثال. وجدنا جاكوبيان ماتريكس، هذا جاكوبيان ماتريكس ماتي ايضا مثل ما تشوفه جاكوبيان، مشتقة هذا بالنسبة للاكس اللي هو 10 ناقصا 5 واي، مشتقتها بالنسبة للواي راح يصير سالب 5 اكس، مشتقة المعادلة الثانية بالنسبة للاكس واي، وبالنسبة للواي هي سالب 6 زائد اكس. نعوض عند الصفر صفر ومن ثم نعوض عند الستة اثنين، ونحسب الايجن فاليو عند الصفر صفر وعند الستة اثنين، وهذا اللي سويته. ظهرت عندي هنا قطرية، فبالتالي هذه هي الايجن فاليوز اللي واحد موجب واحد سالب اذا صدر، وهنا عوضنا عند الستة اثنين اصبحت ايضا بيور اماجيناري، وبالتالي ايضا هنا
راح تكون الحالة سنتر. طبعا واحد يقول لي شلون سنتر، نقول له بالنسبة للستة اثنين باللينير سيستم هي سنتر، وجينا رسمناها بس حتى نبين حالة السنتر. هذا السيستم الحقيقة احنا في المستقبل راح نسميه براي بريديتر سيستم بالكورس الثاني ان شاء الله اذا الله طانا عمر، وعدينا هاي المرحلة الراهنة، وإن شاء الله تتوفقون بالفصل الأول راح نعطيكم مادة موديلنج، بالفصل الثاني نعلمكم شلون توجدون السيستم أو تكتبون سيستم أو في براي بريديتر فريسة ومفترس أو كومبيتيشن تنافس أو ميوتيليزم تعايش. فكل البيولوجيكال سيستم نعلمكم شلون تصيغوها. فهذا واحد من السيستمات اللي بيولوجية، فأصبحت سنتر. شوف سنتر دائما تكون عندي دوائر متباعدة عن بعضها اللي هي حالة stable but not asymptotic stable. مثال آخر لدراسة المفهوم الستيبلتي بالنسبة لللينير سيستمز، النالينير سيستم عفوا، راح ناخذ هذا السيستم اللي يتكون من معادلتين ايضا، واحده بالنسبه للاكس والاخرى بالنسبه للواي. اول شيء نوجد الكريتيكال بوينت، نساوي هذا الطرف وهذا الطرف نساويهم للصفر، ونوجد الحلول من نساويهم للصفر اثنيناتهم. واضح من هذا من المعادله الثانيه راح يطلع عندي اكس تربيع يساوي واي تربيع، نقدر نعوضها هنا بمكان الواي تربيع بالاكس تربيع، راح تطلع لي معادله من السكند اوردر بالنسبه للاكس، حليناها فطتني الكريتيكال بوينت، اعطتني هاي النقاط اللي هي واحد 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 سالب واحد، اثنين 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 سالب اثنين. مثل ما تشوفون خطوات الحل البسيطة، حل جبري بسيط، ايجاد جذور لا اكثر ولا اقل بالطريقة الآنية. فراح يطلع عندي واحد سالب واحد واحد وواحد سالب واحد، اثنين اثنين واثنين سالب اثنين هي الكريتيكال بوينت او الكوليبريم بوينت لهذا السيستم. نوجد الجاكوبيان، جاكوبين مشتقتها بالنسبة للأكس اللي هي سالب 3، مشتقتها بالنسبة للواي اللي هو 2y زائد 2y، ومشتقات هذه بالنسبة للأكس اللي هو 2x، ومشتقتها بالنسبة للواي سالب 2y. فحصلناها، نجي نعوض النقطة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بالتتابع، ونحسب الايجين فاليو عند كل نقطة من هذه النقاط. إذا الفرق بدراستنا بالنسبة لللينير سيستم وبالنسبة للنالينير سيستم، انه في اللينير سيستم احنا نحسب الايجن فاليوز للسيستم اللي معطى لنا، لان هو السيستم الوحيد له ايجن فاليوز. لكن هنا بالنالينير سيستم عند كل كريتيكال بوينت اكو ايجن فاليو، لان عند كل نقطة اكو جاكوبيان. فبالتالي لكل نقطة نجي نحسب الايجن فاليوز ونحدد هاي النقطة هي ستيبل او ان ستيبل، بينما هناك عندنا الاوريجين فقط فيكون دراسته واضحة. فاجينا عند الواحد واحد كان هذا السيستم، عند السالب واحد سالب واحد هاي الجاكوبيان وهذا السيستم، عند الاثنين اثنين هذا السيستم. شوف هنا تركناها كتمرين لك، تحسب لي الايجن فاليو كل واحدة من هذني المصفوفات، وتقدر تحدد هل انه هاي النقطة هي ستيبل ان ستيبل، هل هي من النوع سينج لو سورس، هل هي نود لو سبرال يعني كومبلكس او ريل. فكل هاي الاشياء تحددها من خلال الايجن فاليو اللي راح تحسبها هنا. المثال الاخر راح ندرسه هنا هو هذا المثال. ايضا هنا توجد كريتيكال بوينت، طبعا الواي يساوي صفر بالتاكيد، هنا الاكس يكون الى ثلاث قيم، لان من الدرجه الثالثه من الساوي لصفر راح تكون الى ثلاث قيم. فراح تكون عندي بالتاكيد ثلاث كريتيكال بوينت، الاولى والثانيه والثالثه. هذا الكريتيكال بوينت موجود الجاكوبيان للسيستم الاصلي، هاي الجاكوبيان العامه، نعوض بالنقطه الاولى ونحسب الايجن فاليو، نعوض بالنقطه الثانيه ونحسب الايجن فاليو، نعوض بالنقطه الثالثه ونحسب الايجن فاليو لكل واحده من عندنا هاي السيستمات. ايضا تركت لك هنا أنا اليه حساب الايجن فاليو حتى تحدد لي هاي النقطه ستيبل ان ستيبل او سادل او سنتر. هاي الريمارك مهمه الحقيقه، ليش؟ لان احنا ذكرنا سابقا انه في بعض الاماكن قبل شويه ذكرت لك انه اني انه احول السيستم من نال لينير، اسوي له لينيرايزيشن، احوله الى سيستم واحسب له جاكوبيان ماتريكس. لكن ذكرت لك لما يكون عندي سنتر الحاله شويه نتحفظ من عندها، لان راح يصير عندي زيرو ايجن فاليو. هنا يقول لك اللينيرايزيشن يشتغل في كل الاحوال، يعني من اسوي سيستم تحوله من نان لينير تحوله الى لينير سيستم. فبالتالي انت كل النتائج اللي تحصلها باللينير هي تنطبق على النان لينير، باستثناء حاله من الحالات لما تكون الايجن فاليو بها زيرو ريل بارت او زيرو ايجن فاليو. لما يكون عندك زيرو الحاله راح نسميها نان هايبربوليك اكوليبريم بوينت، وبالتالي النتائج ما راح تكون دقيقه هنا.
حتى نبين هذا. شوف حالة السنتر هي اللي استثنيناها فقط، هاي حالة السنتر هي اللي استثنيناها، قلنا هذه بها مشكلة راح نخلي لونها أحمر حتى تعرف أمامك أنه هذه لما تكون النقطة سنتر، فبالتالي مو بالضرورة النتائج راح تكون باللينير هي نفسها في اللينير كيس، بينما كل الحالات الأخرى اللي نحصلها هي تكون صحيحة. أخذنا مثال هنا، هذا مثال الحقيقة نبين بي، هذا مثال راح نبين انه نعطيك تو سيستمز، هذا راح نعطيك تو سيستم، السيستم الاول اللي هو هذا على اليسار، هذا السيستم الاول، هذا المعادلتين مالته اللي هو على هذا جهة اليسار، والسيستم الثاني اللي هو هذا السيستم اللي هو راح نبينه انه هنا أنا راح نسوي لونه مختلف، نخليه باللون الاصفر، والمعادلة الثانية ايضا مالته نسويها باللون الاصفر. فبالتالي حتى نتحدث عن الفرق بين السيستم اللي هو باللون الاخضر والسيستم اللي هو باللون الاصفر، فبالتالي انا عندي سيستمين هنا، هذا السيستم الاخضر وهذا السيستم الاصفر، اثنيناتهم نون لينير سيستم واضح لان عندك برودكت بين الاكس والواي، او الاكس مع الاكس او الواي مع الواي. فبالتأكيد نوجد الكريتيكال بوينت لكل سيستم. لاحظنا انه من نوجد الكريتيكال بوينت للسيستم الاول وللسيستم الثاني يطلع عندي الاوريجن هو كريتيكال بوينت هنا وهنا، بما انه الاوريجن هي كريتيكال بوينت هنا وهنا، حتى ندرس الستابيليتي للاوريجن راح نروح نحسب الجاكوبيان ماتريكس بهذا السيستم والجاكوبيان ماتريكس بهذا السيستم. اجينا حسبنا الجاكوبيان ماتريكس للسيستم الاخضر، طلعت عندي هذه الجاكوبيان ماتريكس للسيستم الاخضر مثل ما تشوف، هذا جاكوبيان وهذه جاكوبيان ماتريكس للسيستم الاصفر اللي هو امامك، وراح نسويها اصفر الجاكوبيان ماتريكس حتى تبقى مميزه انه هاي تابعه لهذا السيستم مالتنا. فصارت عندي هاي جاكوبيان ماتريكس لهذا السيستم وهاي جاكوبيان ماتريكس لهذا السيستم. زين انا عندي 0 0 هي كريتيكال بوينت بالتو سيستم، اذا راح اعوضها هنا وراح اعوضها هنا، من عوضتها هنا وعوضتها هنا حصلت نفس السيستم، نفس اللينيراي سيستم. ف المفهوم لما يجي شخص يقول انت حصلت نفس السيستم، فعليه انا اتوقع انه راح يكون لهم نفس البيهيفير اثنيناتهم، نقول له هذا المتوقع. لكن اللي لاحظناه لما تيجي تحسب الايجن فاليوز الحقيقه حسبناها طلعت بيور اماجينري الايجن فاليو، اي بمعنى اخر نسميها حاله سنتر، هذه حاله سنتر نسميها. لما هذه نقول عليها حاله سنتر، المفروض احنا قبل شويه قلنا عندي كريتيكال، حاله كريتيكال بالسنتر، فهنا هذه حاله السنتر كريتيكال. زين حتى نفهم، زين اذا كانت هي بيور اماجينري، هل انه معناها الاوريجن هنا سنتر والاوريجن هنا سنتر؟ المفروض تطلع عندي سنتر يعني ستيبل بات نوت اسيمتوتيك ستيبل. لكن لما اجينا استخدمنا البولر كوردينيت على هذا السيستم، والبولر كوردينيت على هذا السيستم حصلت انه السيستم الاول يكون هذا الاخضر، السيستم الاول هذا البولر كوردينيت سيستم، وهذا للسيستم الثاني اللي هو البولر كوردينيت للسيستم الاصفر. لو تلاحظ من الثنيان، لو تلاحظ من الثنيان السيستم الاول والسيستم الثاني، السيستم الاول كانت الار برايم موجبه، بينما السيستم الثاني كانت الار برايم الحقيقه هنا أنا الار برايم كانت سالب ار تكعيب، فبالتالي هنا ده يصير انكريزنج اي ابتعد عن الاوريجن، بينما هنا ده يصير ديكريزنج اي اقترب الى الاوريجن. لهذا السبب حقيقه الامر انه هذول تو سيستمز اللي هم اثنيناتهم نون لينير واللي لهم نفس الكريتيكال بوينت ولهم نفس الايجن فاليوز، واقع الحال في الاوريجينال سيستم بالنون لينير هنا انستيبل الاوريجن، بينما هنا ستيبل، هنا أنا ستيبل اسيمتوتيك ستيبل الحقيقة، وأيضا مو فقط ستيبل وإنما اسيمتوتيك ستيبل، لأن هنا يصير عندي ديكريزنج. فبالتالي صار عندي واضح إنه لما تكون اللينيرايزيشن من أسوي نون لينير حول إلى لينير سيستم وأسوي له سويت له لينيرايزيشن وتطلع عندي حالة سنتر يعني بيور اماجينري، ما أقدر أعكس النتائج اللي هي في النون لينير في اللينير أعكسها على النون لينير، لأن تطلع بعض الأحيان مناقضة، تطلع الحالة مناقضة غير الواقع. اذا كل الحالات ممكنه صحيحه باستثناء لما تكون عندك الحاله سنتر، هنا تختلف الامور عندك بدراستها. واحد يقول زين نقدر نستنتج في الاستنتاج من هذا الشيء احنا نعمل به، نقول له احنا في التو دايمنشنال سيستم لما يكون عندي 2 في 2
يعني تعتمد سيستم بمعادلة كما يعتمد على الاكس هو الواي او الاكس 1 والاكس 2 او الواي 1 والواي 2، المهم تو فاريبل وهو من نوع النون لينير. احنا نقدر نعتمد في دراستنا مو فقط على الايجن فاليو، نقدر نعتمد على التريس والديتيرمنت، يعني قيمه التريس ايش قد والديتيرمنت. ما بدا اروح احسب الايجن فاليو ليش؟ واحد يقول ليش ما احسب الايجن فاليو؟ انا مو دا اسوي جاكوبيان ولها ايجن فاليو. نقول له في بعض الاحيان ممكن حسابها وبعض الاحيان يكون صعب حسابها رغم انه هي اثنين في اثنين، لكن بالذات لما تكون القيم هي هنا كونستانت تكون سهله، لكن لما تعتمد على الفيريبل حقيقه تكون حساب الايجن فاليو مو سهل ايضا. بشكل عام الكاركترستيك ايكويشن لهذه المصفوفه هي بهذا الشكل، هاي الكاركترستيك ايكويشن لها، بما انه هاي هي الكاركترستيك ايكويشن لهاي المصفوفه، لاحظ انه عندك لامدا سكوير سالب للتريس لامدا زائدا الديتيرمنت، اذا هذا سالب للتريس وهذا الديتيرمنت. لما اجينا الى المفاهيم اللي تعلمناها في الصف الاول كليه في موضوع المنتهيه، كان هناك علاقة بين الجذور والمعاملات. العلاقة تقول انه دائما حاصل جمع الجذور يعطيني التريس وحاصل ضرب الجذور يعطيني الديتيرمنت. اذا واحد يقدر يقول لي زين اني من حاصل جمع الجذور وحاصل ضرب الجذور، اذا واحد التريس وواحد ديتيرمنت، اني اقدر افهم من هذا الشيء انه اني اقدر احدد طبيعة السيستم مالتي، انه اني يصير عندي فكرة انه اني ممكن انه اقدر افهم الاليه مالتي، فاحدد طبيعه الدراسه اللي هي على تريس ديتيرمنت من هذه القيمه. فبالتالي لاحظ لامدا 1 ولامدا 2، هاي لامدا 1 ولامدا 2 تساوي لنا نصف تريس زائد ناقصا تحت الجذر تي سكوير ناقصا 4 دي. إذن هذا المقدار اللي نسميه المقدار المميز اللي هو تحت الجذر تي سكوير ناقصا 4 دي، هذا الحقيقة هو الايجن فاليو لهذه الكاركترستيك ايكويشن اللي هي مختصرها. لو تقارن هذه ويا هذه صار هذا هو المختصر مالتها اللي سويته هنا، صار الدي هذا تقابل هذه، إذا هذا التريس وهذا الديتيرمنت اللي هو مصفوفة. فبالتالي بما انه الدي الديتيرمنت هو حاصل ضرب الجذور والتريس هو حاصل جمع الجذور، اذا اني من خلال التريس والديتيرمنت فقط اقدر يصير عندي تصور على طبيعه الاشاره مال الايجن فاليو. شلون؟ الان اي عددين ضمن الاعداد من تضربهم مع بعضهم ما يكون سالب النتيجه الا اذا كان واحد منهم سالب والاخر موجب، اي بمعنى اخر واحده من الايجن فاليو سالبه واحده موجبه، وبالتالي بنسميها صدر. اذا الديتيرمنت من يكون نيجاتيف 100% صدر، لكن ايش وقت الديتيرمين يكون موجب؟ اما اثنيناتهم يكون موجبه وهي معناها ان ستيبل، او اثنيناتهم يكون سالبه معناها اسيمتوتيك ستيبل، الديتيرمين يكون موجب. اذا لما يكون الديتيرمين موجب انا صارت عندي لو ان ستيبل لو ستيبل، ولما يكون الديتيرمين السالب صارت عندي صدل اللي هي ان ستيبل. اذا قدرت من خلال الديتيرمين اني افهم انه اني ممكن ايش وقت تكون عندي ستيبل وايش وقت تكون عندي ان ستيبل، وهذا الشيء اللي راح نبينه في الشكل الجو. لما يكون الديتيرمنت يمثل الواي اكسس، لاحظ لما تكون نيجاتيف الديتيرمنت بالمنطقه نسميها صدل، هاي حاله الصدل. شوف هنا دا يبتعد بينما هنا اكو قسم دا يقترب، يقترب ويبتعد، فبالتالي هاي حاله الصدل. بينما الحالات الاخرى فوق هي لو ستيبل لو ان ستيبل، هنا ستيبل وهنا انا ان ستيبل. فبالتالي واضح من هاي الإشارة اللي هنا، لما يكون الديتيرمنت سالب معناه واحد موجب واحد سالب صدل مباشرة، لما يكون الديتيرمنت موجب أما اثنيناتهم موجبة ومعناها انستيبل، أو اثنيناتهم سالب معناها اسيمبتوتيك ستيبل. نفس الشيء بالنسبة للتريس اللي هو حاصل جمع الجذور يعكس لي كثير من الآليات. هذا الحقيقة التريس والديتيرمنت مع المقدار المميز اللي تحت الجذر هم اللي يحددون طبيعة الايجن فاليو. واحد يقول لي شلون تحدد طبيعه الايجن فاليو؟ هاي الايجن فاليو امامي هي تعتمد على هذين الاشياء الثلاثه التريس والديتيرمنت والمقدار المميز. زين واحد يقول لي تريس هسه نرسم على الاكس اكسس والديتيرمنت نرسم على الواي اكسس، هذا المقدار المميز وين راح نرسمه؟ نقول له هذا يمثل البارابولا اللي هي راح نشوفها بالكيرف اللي هو هذا الكيرف البارابولا اللي هو تي سكوير يساوي لنا 4 دي. اذا انا عندي تي على الاكس اكسس، عندي دي على الواي اكسس، وعندي هذا البارابولا.
إذا كل شيء جوه بالديتيرمنت يكون سالب، يكون صدل. كل شيء فوق ممكن يكون ستيبل مثل ما راح نشوفه بهاي المنطقة، وكل شيء يكون الديتيرمنت موجب لكن التريس يكون بي بوزيتيف راح يكون ضمن هاي المنطقة راح تكون ان ستيبل. واحد يقول زين شنو الفرق بين هذا وهذا؟ نقول له هذا يكون ريل خارج البارابولا، وداخل البارابولا راح نشوفه يكون سبرال، اي بمعنى اخر كومبلكس ايجن فاليو. هاي شنو اللي يحددها كومبلكس او ريل؟ يحددها المقدار المميز. فشوف هنا كتبنا لك، كتبت لك لما يكون المقدار المميز تي سكوير نيجاتيف راح تكون عندي كومبلكس، لما يكون موجب راح تكون عندي ريل، لما يكون يساوي صفر معناها عندي ريبيتد. ليش ريبيتد؟ لان هذا اذا كان صفر فراح يصير تي على 2 هو الايجن فاليو الاولى والثانيه. اذا نتيجه هذا الكلام اللي صار امامي هنا واضح، اذا المقدار المميز حدد لي طبيعه الايجن فاليو، هل هي كومبلكس او ريل، هل هي تكون سبرال او نود. فبالتالي المقدار المميز اذا كان سالب راح تكون كومبلكس ايجن فاليو، لما يكون موجب راح تكون ريل ايجن فاليو، لما يكون صفر تكون عندي صفر. نرجع الان نتناقش نربط هذين القيم، لما ناخذ الحاله الاولى وناخذ التريس لما يكون نيجاتيف والديتيرمين ايش راح يكون. فمن اخذت هذه تكون كومبلكس وباوعت على التريس، لان الريل بارت لما تكون كومبلكس والريل بارت هو تي على 2، اذا الريل بارت هو اللي يحدد الاشاره. فاذا كانت التي نيجاتيف فالريل بارت نيجاتيف فراح يصير عليها سبرال سينك يعني ستيبل، ولما يكون التريس موجب راح تكون سبرال سورس اللي هي انستيبل، ولما تكون تي تساوي صفر تكون سنتر. شوف هذه وين راح نشوفها؟ نشوفها هنا. هسه انا عندي داخل البارابولا لما تكون عندي المقدار المميز هذا، هذا هنا على اللاين، هذا هذا يساوي هذا، معناه المقدار يساوي صفر على النقاط اللي تقع على هذا البارابولا. داخل هذا البارابولا ضمن هاي المنطقه اللي هي منا لهنا، هاي المنطقة من هذا الجزء إلى هذا الجزء، لو نجي نكملها إلى هذا الجزء، هذه هنا داخل هاي المنطقة يكون عندي تي سكوير ناقص 4 دي سالب، هنا راح يكون سالب ضمن هاي المنطقة. إذا كل شيء بالداخل راح يكون سالب معناها كومبلكس، كل شيء للخارج هنا خارج هذه البارابولا راح تكون تي سكوير ناقص 4 دي أكبر من الصفر، فبالتالي راح تكون هنا وهنا راح تكون شنو؟ راح تكون المنطقة مالتي ريل الايجن فاليو. فبالتالي الايجن فاليو راح تكون ريل خارج البارابولا، على البارابولا تساوي صفر. فبالتالي لما التريس يكون نيجاتيف بهذا الجانب فراح تكون عندي كومبلكس بس ستيبل، نسميها ستيبل سبرال. لما تكون التريس موجب بهذه المنطقه يكون الكومبلكس هنا لكن نسميها ان ستيبل، وايضا لما يكون يساوي صفر التريس يعني على الاكس اكسس راح نسميها هاي الحاله سنتر، اللي هو هذا اللاين، هذا اللاين اللي هو الواي اكسس بالضبط، اللي هي حاله السنتر مثل ما راسم لك هنا حاله السنتر. فبالتالي هذا هو حاله السنتر، اسويه بالاحمر حتى يكون عندك مميز السنتر مالتك، هو دائما يكون اللون الاحمر فقط للايضاح لا اكثر ولا اقل. فاجينا هنا، جينا هنا اخذنا التريس نيجاتيف سبرال سينك، لان يكون الريل بارت نيجاتيف معناها، لما يكون الريل بارت بوزيتيف تكون انستيبل، لما يكون التريس يساوي صفر على الاكس اكسس راح تكون سنتر. هذه كل هالحالات لما شيء يكون عندي، لما يكون عندي هذا المقدار هو نيجاتيف. اذا كان هذا المقدار بوزيتيف يعني بمعنى اخر اني سال ان اتكلم من يكون هذا المقدار بوزيتيف، اي بمعنى اخر اني عندي ريل ايجن فاليو، ريل ايجن فاليو لازم اباوع عن الديتيرمنت مالتي هل هو نيجاتيف او بوزيتيف. طبعا احنا قلنا الديتيرمنت من يكون نيجاتيف راح تكون صدل، لكن لما يكون بوزيتيف لان هو جاي من 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 برودكت، فبالتالي دائما يكون نيجاتيف معناه واحده موجبه واحده سالبه، ولما يكون بوزيتيف اما اثنيناتهم بوزيتيف اثنيناتهم موجبه، او التو الايجن فاليو او الروتس تكون نيجاتيف اثنيناتهم حاصل ضربهم راح يكون بوزيتيف، فبالتالي لو ستيبل لو انستيبل. فجيت اخذت لما الديتيرمنت نيجاتيف دائما انا عندي سبرال صدل النقطه مالتي، ليش؟ يعني راح تكون واحده موجبه واحده سالبه. اما اذا كانت تريس سالب والديتيرمنت موجب فبالتالي راح تكون عندي ستيبل نوت. ليش؟ لان هنا انا ماخذ المقدار المميز موجب، المقدار المميز ماخذه موجب. فاذا هذه الحالات الحقيقه اللي هي هنا
شرحناها ضمن هذا الجزء حسب الثريس وديتيرمينانتي راح يلخصه هذا الجيومتريك كلاسيفيكيشن. هذا جدا مهم، الجيومتريك كلاسيفيكيشن سيستم. هذا واحد اذا يعني يسموه تريس ديتيرمينانت بلين، اذا طلبته من عندك للرسم لازم تحرف شلون ترسمه. هذه المنطقه اللي هنا الحقيقه راح تكون حاله الجزء هذا اللي هو الجزء اليسار من عندها، راح يكون التريس يكون بي نيجاتيف، راح تكون الستيبل كيس هنا داخل البارابولا راح تكون ستيبل سبرل، خارج البارابولا راح تكون ستيبل يعني هذه الحاله تكون هنا ستيبل سبرل هنا، وخارج البارابولا راح تكون ستيبل نود. هنا بالجهه اليمين راح تكون ان ستيبل التريس لما يكون موجب، هذه الحاله هنا نسميها ان ستيبل يعني سورس، ان ستيبل سبرل، وهنا ان ستيبل نود اللي هي في كل الاحوال سورس نود وسورس سبرل. جوا لما يكون الديتيرمينت هذا يكون نيجاتيف راح تكون صدل، فوق على اللاين هذا الاحمر راح تكون حاله السنتر. فبالتالي هذه المنطقه او هذا التو دايمنشنال سيستم من خلال تريس وديتيرمنت اذا حفظته بهذا الشكل وفهمت هذا راح يعطيك تفاصيل كامله من خلال تريس وديتيرمنت. مباشره تقدر تحدد الاستابيليتي لاي اكوليبريم بوينت بالاعتماد على الجاكوبيان ماتريكس مالتها. اذا من خلال الجاكوبيان ماتريكس تحدد تريس وديتيرمنت، تقدر بشكل متكامل تحدد انت نوع الايجن فاليوز مالتك، ومن عندها تقدر تحدد نوع الاستابيليتي لتلك الايكوليبريم بوينت. وشكرا لانتباهكم علينا، وان شاء الله اذا عندكم اي استفسار عن المحاضره مال اليوم تقدرون توجهون الاستفسارات بالجوجل كلاس روم. ومثل ما قلت لكم ايضا راح نحاول نشوف امكانيه فتح قناة على التليجرام حتى تقدرون توجهون أسئلتكم للبعض اللي يلاقي صعوبة في الجوجل كلاس روم. شكرا جزيلا.